هذا بس 5 حبة 750 ريال. هذا شو بي ده سمسم حسان وقت كبير. أنا مني ما في بيع، هذا بس أنا قص مشان أكل. ما يا الله شوف هنا وش كمان. Hello guys, assalamualaikum. Ini adalah lanjutan video yang kemarin ya guys. Kita lanjut traveling lagi, asruk-asrukan ke kebun ya guys. Ini tuh banyak banget, gak tahu apa ya. Ya semacamnya pohon sayuran, semacamnya sayuran ya kayak gitulah guys. Ini sekarang kita mau masuk ke tempat kebun sayuran juga, dan di sebelah sana banyak banget sayuran, macam-macam sayuran banyak banget pokoknya. والله ما عندك حل يا حسن. بعدين نسوي ماي متروس. انا ولا انا اشوف هذا. ايه وقت كبير. هذا كله غنم، هذا انا يا اخي هاي
تعال شوفي هذا قلم مسج، هذا داخل انت بنفسي. يا الله يا كريم ما شاء الله. هذا باكستاني، باكستاني هي، هذا شوفي عندها طويل. هذا بس خمسة حبة 750 ريال. هذا سوبي ده سمسم حسان وقت كبير. أنا مني ما في بيع، هذا بس أنا قص مشان أكل. ما في كامل مشان عيد ضحية. ضحية مني 7 نفر وأنا واحد 5 نفر. يعني كامل 8 نفر. يعني بعدين تبيعه حق. مشان يجي كبير يجي. أيوة. ما في شيء. هذا غزال نحن ما في. وش اشكم اشكم؟ انا مني دي كلها مشان صغير بس. تعالي شنو التركي اشكم اشكم؟ ايه وقت صغير وقت حلو وقت حلو وقت حلو. هذا هذا انا مني زياده مشان هذا الصغير. هذا بيبي؟ ايه بس هذا تجي صبر صبر ما يروح بعيد ما يروح. اشكم حلوين. هذا 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 يا الله. هذا يريد حليب ماما ما هو مدني هو في مرة يجي على طول يجي عندك. ايوه هذا كشف هذا هذا كشف ماما. هذا ماما يعني لا ها كل واحد ماما في كشفه فيه صار عندك وايد عيال. ايه جرر مسوي هناك ثمانية. اي شوية والله هذا هنا يا الله شوف هذا وش قرأ